ايه ده، ما شاء الله محمد انور السادات هنا كمان. ما شاء الله السادات هنا هو كمان، يعني ما شاء الله السادات مدفون هنا كمان. ما شاء الله ما شاء الله، الله يرحمه. بس ما شاء الله مصطفى محمود، يا مصطفى محمود، الدكتور مصطفى محمود الله يرحمه. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. انا نازل دلوقتي احضر اكل، اخدكم معايا. ماشي،
في ناس ممكن تقول انت مشغل الكاميرا على ايه وتصور ايه، بس لقيت ان الموضوع مش اللي انا اصور فيلل واصور مناطق حلوة للناس وكده. ان شاء الله الواحد هيوصل لده في يوم من الايام يعني، لكن حتى لو الواحد بنى قصور وكده، الواحد بيعيش حياته، تفاصيل حياته ومراحل حياته زي ما هي، وبيوريها للناس بقى. يعني ايه دلوقتي التقنية احسن حاجة في التقنية كده. عمرك شفت واحد مثلا عايش في واحد فلاح بسيط عايش في بيت اللي هو البيوت الريفية ديت اللي هي مصنوعة من الطين اللبن، وبيصور حياته؟ لا، ممكن يكون ايه محروق شوية، او مش فاهم الدنيا ازاي، مش فاهم الدنيا يعني ايه، الدنيا يعني ايه اصلا، الفيديوهات دي اتعملت ليه؟ عشان الواحد يشارك حياته زي ما هي. دي وجهة نظر يعني، ممكن الناس شايفاها لا، شايفاها اللي انت بتقدم محتوى يعني محتوى عالي. هنزل اتمشى شوية، اخدكم معايا. الجو يشجع على كده. نزلنا الشارع، مش عارف عايز اجي. مبقاش في صح. يا الله، المهم كنت بقرأ عن القميش. اخويا جاي يجري في ايه؟ يلا جاي تجري كده ليه؟ انت مش قلت يا عم مش جاهز؟ ده اخويا يا جدعان، اخويا معاذ، سنة ستة ابتدائي. ستة ستة ابتدائي ابتدائي تاني اعدادي. تاني اعدادي؟ لا رح نسيش. الله، على انت عارف قرية فينيسيا؟ لا لا لا، تعالى على الأصل. ايه الأصل ده؟ المهم يا جدعان، كنت بقرأ عن القميش. المهم القميش دول، اللي ما يعرفش القميش دول من العصور الوسطى. يعني ايه من العصور الوسطى؟ يعني ناس كانت عايشة في اوروبا. طبعا الكل عارف المانيا، صح؟ المانيا زمان كان عايش فيها طوائف كتير، من ضمنهم القميش دول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حلو، القميش دول ايه بقى؟ القميش شافوا عنصرية
في اوروبا. ليه؟ شارع 6. طب ما اوريهم الكلية دي احسن. اشمعنى انت عايز هي قدك تتكلم معاهم؟ انا عشان كده كنت عايز اخد عاصم. عاصم قد طبعا. جدعان معاذ بيتفرج على ارطغرل. عثمان. عثمان مش لابس كمامة طبعا. هو ملتزم جدا بالكمامة عشان كده. ايه انا قلت له تعالى ننزل بعد الفجر عشان ما يبقاش عنده عشان ايه اللي خايف من موضوع الكورونا ده. بعد الفجر مفيش حد في الشوارع وبالليل كمان. بالليل قوي مفيش كورونا. مفيش مشكلة في الموضوع ده. حلو. انا هخليه اصلا هخليه يصورني شوية كده. هخليه يصورني هناك في الجنينة اللي هناك اللي على القصد ديت. ونرجع تاني. ليه بقى؟ هتكلم انا في موضوع مهم. بس عايزين باك جراوند. عارف يعني ايه باك جراوند؟ باك جراوند ده يعني خلفيه منظر يعني. انا وريتها من البتاع ديت امبارح. انت كنت هنا امبارح؟ وريتهم ال نزلت هنا امبارح؟ يقصد ايه يا معاذ؟ عايز يوريكوا ايه؟ عايز يوريكوا ال المكان ده. يقول لكم شايفين المكان ده والبحر ده. ايه ده يا جدعان؟ ده في حد مربي فيه. كاميرا كده. الكاميرا كده جابت المكان. طبعا المكان ده هيبقى برج. انت كنت مفكره انايا؟ تفكروا انايا؟ لا. انت عارف يعني ايه انايا؟ لا. انت عارف ال بتبقى حته زي كده وبيبقى فيها ميه عشان ال. صورك فين؟ امال انت عارف يعني ايه قناه صح؟ هي القناه زي هي الانايا. بس بقى الانايا ديت باللغه اللي انت ما تعرفهاش. انت تعرف يا جدعان الملعب ده كنت بلعب فيه. الملعب ده برضه صورته. مبقاش في حد بيلعب. مش مشكله. هبقى ادمج الفيديوهم مع بعض يعني. هبقى اطلع. في عربيه جايه. في كلاب الحضر يا جدعان. ده انا كنت ما بخافش من كلب واحد. دلوقتي بقيت اخاف من كل الكلاب. كنت والله بجري ورا الكلاب اضربهم بالشلاليل. دلوقتي بقى خربشت بقى منهم. بقيت اخاف منهم. بتخاف منهم ليه؟ اتعضيت من كلب. الكلب عضك؟ كلب كنت بخش مش خايف منه. نزلت له لقيته بيجري ورايا. كنت نازل تحت. عضك من بعيد يعني ولا عضك بجد؟ لا عضني بجد. يلا يا جدعان اصوره من بقى. بس صح؟ صوره فين؟ على البحر بقى. بحر ايه؟ بحر ايه؟ يا بحر يا غزير. بحر ايه؟ انت عايز تقع؟ انت ايه يا عم اللي جابك يا عم معايا؟ ايه اللي جابك معايا يا عم؟ انا قلت لك خليك تعالى مع عاصم.
انت بتيجي كل يوم هنا؟ انا جيت امبارح. يا جدعان شوف هنا الكلب يا جدعان، نخاف في المنطقة دي، كنا بنترعب منه والله يا جدعان، كنا بنعدي من هنا بسبب كلب اصفر. كنا بنوقف اي عربية او اي حاجة نركب معاها عشان نمشي. ايدي ايدي وجعتني من المسكة يا حلاوة. اهو اهو يا جدعان، جبنا نفسية الكلب. الكلب ايه؟ صورهم ايش عشان هو في مكان مش حلاوه. اما ده بقى كلاب بقى طيبين يعني، طيبين قوي. الله احنا طلعنا كده على الـ على الـ الطريق. هوريكوا بقى معزل الكمامة ما ينهوش. انت عارف البحر ده جاي منين؟ منين؟ ديت قناية بس بتبقى مكتوبة في الخريطة بحر. عارف المكان، عارف المكان ده جاي منين؟ واحد وقع من هنا؟ اه وقع في البتاع ده، ماشي وقع في البحر ده. امتى بقى؟ ها؟ امتى بقى؟ امتى ايه؟ انا بشوف حيوانات، بشوف حيوانات مرمية هنا في ال كنا بنسمع زمان، كنا بنسمع زمان قصص عن الناس كانت بتنزل، عيال صغيرة كانت بتنزل هنا يعني الموج بياخدها. لكن دلوقتي ايه؟ ايه ده؟ ده في واحد بيصطاد. الله ده رايق قوي. اهو واحد كمان بيلعب رياضة اهو. المكان هنا جميل بقى اوي. اه ده شايف بيعمل ايه؟ شايف الجنينة اللي هناك دي؟ اه الجنينة اللي هناك دي ديت هنروح نصور فيها. بعدين نروح فين؟ بعد ما نصور فيها نصور بقى فيديو، وبعد كده نروح هنعمل ايه تاني يعني؟ بعد ما نخلص هناك هنروح ولا نصور على البحر احسن؟ لا لا على البحر. ايه تعالى نقعد شوية على البحر. على البحر خلينا على دي. اه البحر الفيديو هنا جامد. طبعا دي أمطرة. الأمطرة ديت فايدتها ايه بقى؟ فايدتها ان هي بتنظم المية. زمان
في أيام الدولة العلوية اللي قرأ التاريخ من 1800 لحد 1850، وامتدت كمان لحد 75. طبعا القناطر ديت فايدتها ان هي بتنظم كمية المية، والمفروض لو في لو الـ لو الـ لو المية جديدة في تربونات بتتركب، بس التربونات ديت بتتركب بقى تحت عشان تولد مية زي السد العالي كده، بس طبعا الموج هنا مش شديد، فعشان كده مفيش حاجة زي كده متركبة. عايز تدخل في الجنينة دي؟ يا عم خلينا هنا، المكان هنا جامد. يعني ايه هنا؟ صورني هنا في المكان ده، المكان ده هيبقى جامد، وان شاء الله لما عاصم يجي بكرة نبقى ندخل الجنينة دي نصور فيها. بتاع مش هنطول يعني، هو كتيرنا بتاع ربع ساعة وهنرجع تاني. ده قبر محمود البنا الله يرحمه، القارئ الشهير، ربنا يا رب يغفر له ويوسع يكتر حسناته ويزيده يا رب. ساب تلاوة الناس كلها بتسمعها لحد دلوقتي، تلاوة ما شاء الله جميلة، وناس ما شاء الله يعني شايفين حتى هنا ما شاء الله ما شاء الله. هوريكوا برضو كمال الجمزوري. طبعا دول من مسكوا رئاسة الوزراء وكده، وولاد البلد هنا من المنوفية عندنا. ما شاء الله الجنينة ديت حفلة بالأعلام ما شاء الله. حاجة بس غلط الصور، غلط التماثيل اللي هم حاطينها على الأزهر. الأزهر بقى هو اللي يتكلم في الكلام ده، والناس الجدعة اللي هي كسرت التماثيل هنا ديت ناس يعني ناس تفهم. الناس الله يرحمها يعني خلاص. صورة كده من بعيد. صراحة كل يوم إن شاء الله عايزين ناخد صورة من مكان عالي شوية. اطلع هنا
طبعا الناس دي قدمت كتير 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 جدا للبلد. ايه ده ما شاء الله، محمد انور السادات هنا كمان. ما شاء الله السادات هنا هو كمان، يعني ما شاء الله السادات مدفون هنا كمان. ما شاء الله ما شاء الله، الله يرحمه. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين وموتى الاخرين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين وموتى الاخرين. ما شاء الله ما شاء الله. عبد العزيز فهمي. رب العالمين، لا إله إلا الله، ده أنا سمعته كتير والله. ما شاء الله ربنا يجعلك في ميزان حسناته يا رب. ما شاء الله ما شاء الله. الناس والله حتى محمد زهران، بس أنا معرفوش زهران، اسم لامع أكيد في محمد عبد الغني الجسمي. أنا أسمع عن الاسم ده قبل كده، لكن قرأتش تاريخه ولا بتاع. ما شاء الله محمد أنور السادات يا جماعة، محمد أنور السادات يا جماعة مدفون هنا يا جماعة. اللهم